اول حاجه خصنا نعرفها ليك بي الكتريك شنو هما ديك بي هادو العام اللي فات كنتو شفتوهم في السيستم شفتو واحد ديال لي ما كونسيرم هاد لي بي ودابا كنتو شفتو في البحر مارش شنو هو بي لي ليك امون مارش مونتاج الكتريك qui se compose de qui se compose de plusieurs alimentations et bzaf ديال les alimentations donc de plusieurs alimentations donc علاش مثلا علاش كندوي على لي بيل الكتريك يعني مثلا يكون عندي بزاف ديال لي سوليسيون ولا جوج ديال لي سوليسيون دونك انا كيكون عندي واحد لا سوليسيون هو لا سوليسيون الاول يعني هذا محلول دونك سي لا سوليسيون 1 وهنا كيكون عندي واحد المحلول الثاني اللي هو لا سوليسيون 2 فاش غنستعمل لي بيل هذا محلول دونك محلول ايوني يعني كيكون عندي لا سوليسيون ايوني وهنا كيكون دونك محلول ايوني دونك هاد المحلول الايونيه ما كتربطهم حتى شي صيله مع ذلك انه غني ندير مثلا هنايا واحد امبيرمتر مثلا نفترض بان عندنا واحد الامبيرمتر وغنحاول نربط هادو بجوج ماعرفش باش نربط هادو كثر اش غندير غنحاول نستعمل دي بلاك نستعمل بعض لي بلاك يعني فاش توش دونك انا نستعمل هنا واحد ماعرفش غنسكون عندي دونك غادي نسميو سي البلاك الاولى هاهي البلاك 1 هاهي البلاك بلاك واحد وهذه مثلا نزيد واحد البلاك الثاني نزيدو هنايا دونك هذه هي البلاك بلاك ماشي دونك هذه عندها ولكن هنا واحد الخيط هنا غنجر منها باش نعرف شنو كاين دونك هذه سي لا دوزيام بلاك دونك سي بلاك بلاك سي بون دونك هنا عندي كومبيان دو بلاك عندي جوج ديال لي بلاك هاد جوج ديال لي بلاك هما بعضياتهم وغادي يوصلوا للكهرباء ماعرفش يعني بيناتهم غادي يوصلوا ليا واحد الضرر ديال الكهرباء بمعنى كيما قلت لك هنا كاين عندي واحد المحلول الايوني هنا واحد المحلول الايوني كل محلول ايوني مرتبط معاش مع البلاك ديالو مثلا المحلول هذا مرتبط مع البلاك ديالو سي بون دونك هنا غندير واحد الامبيرمتر يكون يعني كيفصل بيناتهم هذا لي زيليمون دو كومبليتمون هاد العام اش غيتزاد غتزاد هنا حاجه كتسمى القنطره الايونيه كتسمى لو بونت سالان ولا القنطره الملحيه كنزيد واحد القنطره انا قنطره ملحيه يعني كتحتوي على ماذا يا على ملحيه وان اسيل انا عارف الدور ديالها من بعد الدور ديال القنطره الملحيه دونك هذيك كتسمى لو بون لو بون سالان لو بون هي بالعربيه هي القنطره دونك سي لو بون سا سالان سالان جاي من لو سيل لو سيل هي الملح طيب يا دونك هذه بالنسبه لان بيل ان بيل الكتريك شنو هي هاد البيل الكتريك ان توكا الى جينا نعرفو شنو هو هاد البي الكتريك نقولو بانه هو ان مونتاج كي كونستيتي من جوج ديال دونك ان بي الكتريك دونك يعني كيكون عندي جوج ديال سوليسيون جوج المحاليل المحلول الاول كيكون عندي المحلول الثاني هاد جوج ديال المحاليل كيتلاقاو باش كيتلاقاو بالقنطرة الايونية كيتلاقاو بواحد الحاجة كتسمى لو بون لو بون سال هذيك كنسمع لو بون سال قنطرة ملحية مزيان وهنا عاوتاني كيكون عندي واحد لاسوليسيون ايونيك دونك هنا كيكون واحد الايون ايون يعني مثلا نعتبرو بان مثلا يكون عندي هنا زيد ان دو بلس مثلا نفترضو بان عندنا هنا زيد ان دو بلس عندك هنا اس او كات دو موان وهنا مثلا نفترض بانه عندك هنايا الايون ديال الكويفر اللي هو سو دو بلس اس او 4 دو دو مو دونك انا كنلاحظ بان هاد جوج ديال المحاليل بجوج عندهم نفس كيشتركوا في واحد واحد الايون يعني اس او 4 دو دو مو عارف قلنا بانه باش نعرف بانه عندي ان بي الكتريك ندير هنا واحد البلاك دونك انا كيكون عندي جوج ديال لي بلاك دونك كتكون عندي واحد البلاك هنايا في هذا المحلول هي البلاك الاولى عارف انا كيكون عندي هنا واحد الخيط دونك هذا ستان فيل ماشي دونك هذا ستان فيل
مانيا هنا غادي تكون عندي كذلك واحد البلاك اخرى واش دونك هادي صرا دوزيام بلاك وانا كذلك سيتان فيل دونك هنا ان فيل كيخرج ليا من ديك لا بلاك وهادي خلاص سي لو بون سالا لو بون سالا قلنا كتحتوي على الملح دونك كتحتوي على ان اس ال الملح راه هي ان اس ال مزيان انا اللي غيهمني هنا شنو خصني نعرف انا في ان بيل الكتريك ان بيل كي كونستيتي دو كوا يعني كيتكون ماش كيتكون من واحد الحاجه كتسمى لي كاتود كونستيتي دي كاتود انا هنا كاتود ما كتسمى الكاتود يعني كندوي لي بول مال الاقطاب مال الاقطاب يعني القطب الموجب والقطب السالب يعني بلوس ام صماش يعني القطب السالب والقطب الموجب دونك يعني اون توكا هذا مثلا غادي نسميه كاتود دونك هذا كيتسمى كاتود او لا هنا ماشي كنسميو كاتود انما هذا كنسميو ديزلي زيليكترود نسمي الكترود ماشي كاتود نسميو هذا الكترود وهذا كذلك الي الكترود ماشي انا نسميو كاتود انما نسميو دي زيليكترود هاد الزيليكترود هادو فيهم جوج الانواع لي زيليكترود فيهم دونك ان الكترود لي زيليكترود فيهم الكاتود وفيهم الانود يعني غنهضروا على القطب السالب والقطب الموجب دونك الانود والكاتود شنو هو الانود الانود هو القطب السالب حتى باش شي مزيان باش تاخر عليه دونك بقا تخلطوا لك القطب السالب يعني كيكون عندي المو هنا الكاتود غيكون عندي هو القطب الموجب مارش دونك هنا يكون هنا عندي هو هذا هو البلوس وي سمارش دونك هادو هما الزيكتيك دابا المشكل هو كيفاش الى رجعت انا هاد الشيما ديالي باش نعرف فيهم فين هو الموجب وفين هو السالب دونك باش نعرف انا فين هو الموجب وفين هو السالب داكشي كيكون معطي لك في التلفزيوني كيتسامح لك واحد شويه لان هذا شنو قلت لك هادي حاجه خاصه باش بالكهرباء يعني غنستعمل دوك لي زيليمون اللي كنا شفناهم بالكهرباء صافي اتفقنا غنزيدو هنا نحاولو انا باش نعرف بانه عندي هنا كاتور الانود ارض البال انا اش محلول عندي هنا عندي محلول سي دو بلوس وهنا عندي زيد ان دو بلوس ناقص دابا غنحاول نزيد ماذا نزيد مثلا واحد دونك اختيار حاول مثلا نجمع ما بين هاد البلاكة هادي والبلاكة باش بواحد أمبير متر بأن أنا عندي واحد أمبير متر هاد الأمبير متر عندك دائما هنا كتكون واحد البوان كتسمى القوم هاد البوان ديال القوم يعني هي البوان الأساسية من اللي كيدوز ليا لاش شنو كيدوز ليا تما كيدوز ليا لي ليزيليكترون دونك هاد البوان هادي هي مناش كيمشي ليا ليزيليكترون كيمشيو دونك المنحة ديال ليزيليكترون دائما إلا كانت عندك كوم هنا اللي عطاك المنحة اللي كوم هي هادي المنحة ديال ليزيليكترونات هو هذا هذا هو المنحة ديال ليزيليكترونات دونك عندك كيكون هو هذا هو المنحة ديال ليزيليكترونات معرفش هو شنو غيكون هو هذا اش غيكون المنحة الآخر معاكس ليه هو منحة التيار الكهربائي اللي هو لانتونسيتي إلي إلكتريك حنا كنعرفو بأن لو سونس كنعرفو بأن لو سونس ديال ليزيليكترون كيكون دائما معاكس لو سونس ديال لانتونسيتي إلكتريك ديال التيار الكهربائي صافي اتفقنا دونك شوف لي سونسيال ديالنا باش نعرف بان انا فين هو لي بوزيتيف و نيجاتيف كنشوف المنحة ديال لي زيليكترون انا كنعرفو بان هنا دائما الموجب موجب او السالب غيتلاقى لي مع الموجب والموجب غيتلاقى لي مع السالب يعني مثلا الكترونات اش نشوف حنا عندهم سالبه يعني غيتلاقاو مع شي حاجه هي بوزيتيف دونك هذا اش غيكون هاد الالكترود غيكون هو كاتود يعني غيكون هذا هو البلوس الكترونات ما يمكن ليهاش تمشي شي بلاصه الا وانها تكون موجبه على بحال مثلا خديتي مغناطيس مغناطيس الا حطيتي الزائد مع الزائد او لا الشمال مع الشمال واش غيتلاصق غاديش تلاصق
بحال كيبيع هذاك ديما كتحس بيه كيبيع هذاك. حطيتي عاوتاني الجنوب مع الجنوب ما يمكنش، الا حطيتي الشمال مع الجنوب يعني الزائد والناقص غادي يتلاقى لك يعني الغير غيلصق ثمنه. دونك هذه كتسمى القضيه ديالاش ديال ديسبيرسيون، او يعني قضيه ديال انه دوك لي زيمون يعني اما كيتبعوا يا اما كتوقع بيناتهم الانتراكسيون، يعني يا اما تكون بيناتهم شي جاذبيه او لا. دونك ما دام ان الالكترونات مشاو من هذا الكم هذه لهذا، نعرف بان هذه البارتي هذه كامله غتكون كا غتكون كاتود ماشي. دونك يعني هذا البلاك هذه عباره عن ماذا؟ عن كاتود. يعني شنو هي هذه؟ شنو هذا المحلول هذا؟ هذا المحلول هذا دونك سيتا كاتود. دونك انا غير باش نتفقوا تخي بيان شنو هو الكاتود شنو هو الانود. دونك الا عرفت بان هذا هو الكاتود شنو يكون هذا؟ يكون هذا هو الانود. دونك هذا غيكون هو القطب السالب صغار والانود. دابا شنو نمزري بالانود؟ دونك الالكترود حنا تكون عندي هي الانود، والانود غيكون هو هو المو. دونك عرفنا دابا الكاتود وعندنا بلوس. دونك كنجيو بان دون الالكترود غادي نكتب هنايا دون الالكترود، نجي هنا لتحت ونقول له دون الالكترود، دون الالكترود كاتود كاتود كنعرفو بانه هو البلوس. اش كاين في البلوس؟ كاين عندي محلول ديال سي او دو بلوس زائد اس او كات دو دومو، وعندي عاوتاني دون الكترود انود اللي هو الموا، عندي ماذا؟ عندي زيد ان دو بلوس زائد ماذا؟ اس او كات دو دومو. صافي تخي بيان. ديما استاذ انا عطيتك غير مثال ديال المحلول، عطيتك انا غير مثال ديال المحلول ودرست انت الباقي، حيت هادو اكثر يوم اللي كيتحطوا هو وديال لارجون. غنصيفط لك واحد الثمانين فيه باش تخدمهم لي ان شاء الله. ايوا خصنا نسربيو شويه الدرس باش ما يبقى والو. صافي اتفقنا. دونك هنا قلنا بان الكاتود شنو نعرفو؟ نعرفو بحال الالكترونات، اي بلاصه كيمشيو لها الالكترونات راه هو فيه لها علاقات لا شي حاجه. راه فيه واحد العلاقه كي بسيطه الشيء، يعني ماشي حاجه، فيه شي علاقات يعني خصك تفهم وتحسب، يعني ما هذا الشيء مرتبط بالدروس اللي كانت قبل، مرتبط بالدرس ديال لوكسيدوريكسيون، يعني ماشي شي حاجه اخرى اللي كثيره بزاف. اتفقنا دابا قلنا بان لي زيكترود فيهم جوج الانواع، فيهم الانود وفيهم الكاثود. راه هذه اهم حاجه، الا عرفتي الكاثود والانود راه جاوبتي عليهم. هذا هو السؤال اللي كيكون مطروح اكثريا. يعني هذا اما في الكاثود باش نعرفوا بان كاثود، يعني باش نعرفوا القطب موجب. قطب موجب كيجيو ليه الالكترونات، ها هو اي بلاصه كيمشيو ليها الالكترونات قطب موجب. يعني الا كان هذه البلاصه قطب موجب، البلاصه الخاصه قطب سالب، قطب سالب هو انود. واش حطوا هنا؟ نرجعو دابا غنعرفو لي رياكسيون، دابا نعرفو التفاعلات اللي كيطراو. دونك لي رياكسيون و زيليكترود، يعني التفاعلات اللي كيطراو ليا في لي زيليكترود. كيما قلنا لي زيليكترود هادو هما الانود و الكاثود. دونك كيما قلنا مثلا هنايا عندي واحد المحلول ديال اش ديال زيد ان دو بلوس، وعندي اس او كات دو دومو، وهنا عندي محلول ثاني اللي هو محلول ديال النحاس اللي هو سو دو بلوس اس او كات دو دومو. هنا خصنا نرد البال، قلنا بان هذا في هاد الحاله شنو سمينا هذا؟ انا عندي هنا اون بلاك هاي مانيغ، هنا عندي اون بلاك هاي البلاك الاولى، هادو مرتبطين بيناتهم. عرفنا بانه عندي هنا واحد الكوم، هنا عندي الكوم هاي هنايا مسار ديال الالكترونات. دونك اش غيكون هذا؟ غيكون هذا هو الكاثود، يعني يكون هذا هو القطب الموجب، وهذا العكس يعني يكون هو القطب السالب ولا الانود. مزيان دابا نعرف ديما خاصك التفاعلات اللي كيطرا، ديما خاصك خاص ترسمو باش تعرف انت هما كيعطيو عليك وما كيعطيوك في الشكل. واش الشكل خاص تعقل عليه ضروري؟ ما تعقل على الشكل كيفاش؟ يعني بعض الاحيان كيقول لك رسم لي الشكل، كيعطيك تجربه كيكتب ليك تجربه كتابه كيقول لك عاود رسم ليا فيغ اون فيغور، خاصك تكون كتعرف كيفاش ترسم هاد لا فيغور هادي. زائد ما نساوش واحد الحاجه اللي هي القنطره الملحيه، لو بون بون سالا، القنطره الملحيه كتجمع بيناتهم، دونك كتسمى لو بون بون سالا. تري بيان. دونك هنايا بالنسبه لانود خصنا نعرفوا شنو التفاعل كيطرا،
ديما في لانوط كتوقع ليه التفاعلات ديالاش، التفاعلات ديال لوكسيداسيون ديال الاكسده. اي تقع عقلت العام اللي فات راه كان عندكم واحد التفاعل كيتسمى واحد الدرس سميتو لوكسيدوريكسيون، حتى العام راه عندكم لوكس ريد مؤكسد المختزل. انا عاود نفكر بهذا الزيليم اكثر باش تمتريزي. دونك انا كيوقع لوكسيداسيون، اي فهمني شنو لوكسيداسيون، وهنا كتوقع ليا لا ريدكسيون، دونك اللي هي العكس ديال، دونك هادي راه هي العكس ديال لوكسيداسيون. دونك هاد الاخرى توقع فيها لوكسيداسيون والاخرى لا ريدكسيون. اتفقنا؟ الانود ديما في الانود لوكسيداسيون، ديما في الكاثود لا ريدكسيون. شنو هي لوكسيداسيون؟ هي الاكسده. وعلى سمعتي الاكسده راه هي ديك القضيه اللي كنسيبولها بان شي حاجه راشيه، شي حاجه راشيه يعني شي حاجه فيها صدى. والصدى يعني كناخذو بان داك الصدى كيتكون انطلاقا من تفاعل الاكسده. بالنسبه لريديكسيون كتسمى اختزال، دونك هذو كيتسمى تفاعل اختزال. واخا اي بغينا نعرفو هاد لوكسيداسيون هادي العلاقه ديالها، كنعرفو واحد الحاجه كتسمى لا دومي ايكواسيون، هي نصف معادلة التفاعل. دونك شنو هي لا دومي ايكواسيون في حالة انه عندي الاكس هذا؟ لا دومي ايكواسيون شتو العام اللي فات هي انه دائما لوكسيدون يعني واحد ليمون اللي كيكتسب. اش كيكتسب؟ كيكتسب الكترونات، يعني غتولي عنده ماذا؟ غتولي اوكس زائد ان الكترون. اش كيعطيني؟ كيعطيني ريديكتور. انت اولا يعني اول حاجة قبل ما تبدا في دومي ايكواسيون غيكون عندك واحد الكوبل اوكسريد، يكون واحد الاكسيدون غي ريديكتور. دونك انا نسمو معادله التفاعل الكيميائي هي هذه اوكس زائد ان الكترون ري كيعطيني ريديكتور. بحال مثلا هنا في هذه الحاله، افترض في هذه الحاله هذه كنت عطيتك واحد المثال ديال اش، المثال ديال زد ان دو بلس اس او 4 دو موان. هنا شنو هو المحلول الاصلي؟ هو زد ان دو بلس. ما هذا راه كيتعاود كما كيتعاود، يعني ماشي مهم، اللي كيهمني زد ان دو بلس مع سي اي دو سي دو بلس. شنو هو الكوبل؟ دونك نديرو هاد ليكزومبل هذا، شنو هو الكوبل ديال زد ان دو بلس؟ الكوبل ديالو، دونك الكوبل اوكسريد دو زد ان دو بلس. شنو هو الكوبل اوكسريد ديال زد ان دو بلس؟ عندي هي كيكون عندي الكوبل زد ان على زد ان دو بلس، هذا هو الكوبل ديالي، خاص تخرجو ولا تعقل عليه. يعني هذا شكون كيلعب الدور ديال لوكس؟ هادي راه طبقنا على القاعدة، هادي راه هي لوكس على الريد. لوكسيدون هنايا هو هذا اللي كيكون فوق، والريديكتور هو هذا اللي كيكون لتحت. يعني إلا طبقت القاعدة اش كتقول؟ كتقول لوكس زائد عدد الإلكترونات كتعطيني الريديكتور. شنو هو لوكس؟ هو زد دو إن زائد شي حاجة أبي هنايا منساش لوكس هو زد ان دو بلس، ماشي زد ان، لوكس هو زد ان دو بلس، زد دو ان. اش غيكون كيساوي هاد لوكس هذا؟ زد ان دو بلس زائد ماذا؟ شي حاجة ديال الكترون غتعطيني الريد، ريديكتور هو زد دو ان، ريديكتور هو زد دو ان، لوكس هو زد ان دو بلس. عدد الالكترون خصني نعرفو ماذا عدد الالكترون شحال كيساوي لي. عدد الالكترونات هنا باش تعرف هذيك هي الاتوم، هذيك هي محايده كهربائيه، شحال خصنا نزيد لهادي؟ هادي الشحن الكهربائي هنا شحال دو بلوس؟ شحال خصنا نزيد ليها باش تولي زيرو؟ غنزيد ليها جوج، غنزيد ليها جوج ديال الالكترون اخرين باش نجمع جوج موان ناقص جوج، غتبقى عندي جوج ناقص جوج سي زيرو، هنا تبقى عندي نوتخ. دونك هادي ولات نوتخ، دونك هذا كيتسمى تفاعل اكسده، كيتسمى رياكسيون دو لوكسيداسيون. وفي اتفقنا علاش خصني نعقل؟ نعقل على القاعدة ديالي، هاهي القاعدة ديالي، لوكس زائد ان الكترون تعطينا ريديكتور. شتا قريت ولا العام اللي فات وكان عندكم الدورة الثانية. بالنسبة لريديكسيون هي الاختزال، لا ريديكسيون غتكون دابا العكس. كيما قلنا قبيلات، قبيلات عندي لوكس زائد ان الكترون كتعطينا ريديكتور. لو هنا في تفاعل الاختزال اش كيوقع؟ كنقلبو المعادلة، بمعنى بلاصة هاد لوكس زائد ان غترجع الريد، يعني تولي هادي مقلوبة، يعني اون في لانفيرس، اون في لانفيرس. دونك هادي كنضربو عليها
وكنديروا الانفيرس ديالها. الانفيرس يعني كيولي الريديكتور كيعطينا لوكس زائد ان الكترون. كمثال هنايا الفوق شنو عندي؟ عندي سي او دو بلس، عندي هنا سي او دو بلس اس او 4 مو لو كوبل. دونك ليكزومبل مثلا كوبل الكوبل اوكسريد لي ديال ديال سي او دو بلس، مثلا يكون عندنا سي او دو بلس سي او. دونك انا ما نساش بان هذا اكو هذا سوليد، لانه حاس راه سوليد. دونك انا الا بغيت القاعده ديالي شنو تقول؟ تقول بان هنا كتعطيني بان سي او سوليد باش عندي الريديكتور. شنو هو الريديكتور؟ هو سي او سوليد كيعطيني ماذا؟ كيعطيني سي او دو بلس زائد جوج او او موا. على جوج او موا لان تبقى عندي هنا دو بلس دو موا تبقى زيرو، لان غادي تبقى عندي نوتر هادي تاهي خاصها تبقى نوتر. اتفقنا؟ انا اللي بغيتك تفهم هو انه دائما في الكاثود كنديرو ريدكسيون. يعني اش كيوقع المعادلة؟ المعادلة كتكون او اكس زائد ان الكترون كتعطيني الريد. هادي فين كان فين كتبقى فيكس بحال هكا؟ هادي كتبقى فيكس في حالة انه عندي لا نوت، حالة عندي الكاثود يعني هادي كندير له الموا، حالة انه عندي الكاثود يعني في البلس كتولي كتولي نقرو كتولي الريد كتعطيني لوكس زائد ان الكترون. هادشي اللي اتفقنا. اوكي واش كتسمعني بعدا ولا ما كتسمعنيش؟ شنو اسمعني؟ كتسمعني ولا لا؟ عاوتاني ثاني ارا الا ما فقتوش ما غاديش نكمل الدرس باش نتفقوا. هنايا تهمني عاود فين واحد لابارتي لخرى، فين لخرى بارتي تهمني لا كونستون ديكيليب، تهمني كتسمى ثابتة واحد ثابتة، ثابتة التوازن. دونك باش تكون عندي مثلا واحد ليكيليبر، سامارش. دونك يعني اون إلا كانت المعادلة الأولى صعيبة باش نعرف فكرة بسيطة. دونك المعادلة الأولى اللي كانت عندي كنا عرفناها راه هي زد ان دو بلس زائد جوج ديال الإلكترون كتعطيني سوليد، وهنا عندي أن كو. المعادلة الثانية كتعطيني هي سي أو سوليد كتعطيني هي سي أو دو بلس أن كو زائد دوز إلكترون. دونك أنا إلا بغيت ليكواسيون ديالهم واش غندير؟ غندير المجموع ديالهم هادو. دونك غنجمع هادو اللي عندي على اليسار بوحدهم وهادو اللي عندي على اليمين بوحدهم، وما ننساش خصها نقلبها بعدا لي فورمول ديالي باش تولي عندي هادي. تولي هي زد ان دو بلس زائد سي او سوليد زائد دوز الكترون غتعطيني ماذا؟ غتعطيني هي سي او دو بلس زائد زد دو ان بلس دوز الكترون. دونك طالما انه انا عندي هنايا دوز الكترون في هاد الجهة وفي هاد الجهة غتإليم باش يبقى عندي في ليكواسيون ديالي، تبقى عندي هي زد ان دو بلس زائد سي او هنا أك، هني ماذا؟ سي أو دو بلس زد دوين، هادي أك وهادي سو سوليد، هذا الزنك، هذا سي لو زنك وهذا سي لو سي لو كيفو، كيفو النحاس، مزيان، دونك أهم حاجة كتهمني هنايا هي نوكالكيل ديال واحد كي كيو آر إي، التفاعل، واش كتعطيني هادي؟ كتعطيني دائما هي الايون اللي عندي في الرياكتيف اللي هو زد بلس، سمع لا الايون ولا كونسنتراسيون ديال سي دو بلس. يعني كناخذو التركيز ديال الايون اللي كاين عندي في المتفاعلات اللي هو زد ان دو بلس ا ا كو مقسوم على
الايون اللي عندي في الجالاكسي في هو سي او 2 سي او 2 بلس. يعني ان توكا كنلقاو بان الكونسونطراسيون ديالهم تقريبا غيكون كيتساوى، يعني ان كيو غتكون دائما تيغرا 1، يعني ان توكا دائما تيغرا. وبالاحرى ديما هاد كيو هادي غتكون دائما صغر من كاو، يعني صغر من لا كونستانت ديال لي ليكيليبر. دونك هادي سي اون كونستانت ديكيليبر، دونك سي لا كونستانت ديكيليبر. دابا مزيان ياك؟ دابا بغينا نعرفو شنو هو لو غول دو بون صالا، اللي هو سكون ابيل دور القنطرة الملحية باللغة العربية، دور القنطرة الملحية. وكيما قلنا قبيلات فاش كيكون عندنا جوج ديال السوليسيون، سوليسيون هنا وسوليسيون في الجهة الأخرى، بأن هنايا كتكون عندنا نوزافون سين بلاك لاي مانيا، نوزافون سين بلاك هنا عندي كتكون عندي واحد البلاك كذلك. هادي بلاك هادو كيما قلت لك راه كيتلاقاو مثلا نقدر نجمعهم بواحد اون بيرميتر، غير هو هاد الجامع اللي غندير بيناتهم ضروري ما انا ندير واحد القنطره ملحيه، خصنا نعرفوا هاد القنطره الملحيه الدور ديالها. كيما الدور ديالها راه كيبقى في التوازن ضروري. هاد لا كيسيون بزاف كتحط في الامتحان الوطني، يقول شنو هو لو غول ديال القنطره الملحيه. هادي لو بون سال، هادي لو بون سال. دونك لو غول نعرفوا بان عندها جوج ديال لي غول. دونك لو غول الاول دونك il permet، نقول بان هذا لو بون سال il permet donc de faire montrer la liaison. Donc de faire montrer la liaison électrique. Donc elle est à se montrer les mains la liaison électrique. Donc c'est quoi la liaison électrique? Il y a bien lié à un cathode fin ou anode. Donc il y a que ça tenait avec le schéma essentiel de la cathode ou l'anode. Donc par exemple, il y a ça pour nous cathode ou l'anode. دونك كنا لو بون صالا هي اللي عطاتني الامكانيه باش نعرف شكون هو فيهم الكاتود فين هو الانود. الحاله الثانيه هو انه انو بيرمي دو، دونك هنا انو بيرمي دو ريكونيتر، يعني باش نعرفو دونك انو بيرمي دو ريكونيتر كوا دو ريكونيتر لا نوتراليتي. دونك لا نوتراليتي ميم لا نوتراليتي ديال لا سوليسيون، دونك دو la solution. C'est quoi la neutralité? Il y a la solution et après on dit neutre. J'aime la partie neutre. Il y a Mouhaïd Karabaï. Il y a un jumeau de décharge et Tigala. Donc c'est la somme de LQ et Tigala 0. Il y a un jumeau de décharge. Donc on voit que c'est neutre électrique. Donc il va changer la mesure de points à l'intérieur. Donc il y a une autre chose qui est indiquée. Il y a une de plus. Il y a une de plus. هنا S أو 4 دو موان، وهنا كانت عندي CU دو بلوس S أو 4 دو موان. دابا شنو هو الترميز؟ كيفاش كنرمزو لو بون صالا؟ دونك لا سامبوليزاسيون، دونك لا سامبوليزاسيون دو بون صالا. دونك كيما قلنا هنايا هاد المحلول هذا شنو عندي فيه؟ شنو كان عندي فيه في الأول؟ عندي فيه زد ان دو بلوس على زد دو ان، يعني هادي هي بلوس زد. دونك تاني عندي الكوبل سي دو بلوس على سي سي او. قلنا فاش جمعنا قلنا ليكواسيون انفيرون، دونك قلنا ليكواسيون انفيرون دو لاياكسيون كتعطيني هي زد ان دو بلوس زائد سي او سوليد، كتعطيني هي سي او دو بلوس زائد زد دو ان سو سوليد. نهار كان جينا بغيت نرسم بلو بون صالا اش كندير؟ دونك هادي هاد لابارتي هادي دابا لي كندير، يعني لو بون صالا كيدير كيفرق ليا جوج ديال لابارتي. لو بون صالا الدور ديالو كيفرق ليا واحد لابارتي، غنرمزو ليها بون صالا بحال هكا، يعني خطوط متقطعة. الدور ديالو هو انه كيفرق ليا الانود، يعني كيفرق ليا على دوك الايونات او داك المحلول اللي كاين عندي في الانود، والمحلول اللي عندي فاش في الكاثود. يعني كيفرق ليا المحلول اللي كاين عندي في القطب السالب على المحلول اللي كاين عندي في القطب الموجب.
هل هنا كما قلنا القطب المحلول اللي عندي في القطب السالب هو زد زد ان دو زد ان دو بلس مع زد ان سبريد مار. دونك انا جيت هنا نحسب اش غندير؟ دونك هنايا قلنا بان كان عندي كان الكوبل ديال زد ان دو بلس على زد دو ان، وهنا كان عندي الكوبل ديال سي او دو بلس سي سي. هنا هو الانود دابا انا واش كيوقع؟ شنو قلنا قلت انا واش كيوقع؟ اوكسيداسيون. دونك لوكسيداسيون شنو لوكسيداسيون؟ سي المعادلة ديالك تعطيني زيد ان دو بلس زائد جوج ديال زيليكترون كتعطيني زيد دو ان. هنا في هاد لوكسيداسيون اش كندير؟ كناخد زيد دو ان سمع على زيد ان، زيد دو ان على وكندير واحد الشريطة، ماشي كندير داك سلاش انما كندير طب بحال هكا زيد ان دو دو بلس. دونك هادي كتاليمينا هنا ما كتبقاش. بالنسبه لسي او دو بلس سي اي هادي غتبقى ليا فيكس. علاش؟ هادي قلبنا هادي علاش قبيلات؟ لان كانت عندي هنا سي اي اش كتعطيني؟ كتعطيني سي او دو بلس زائد دو دو زيليكترون. هنا اش غناخد كالعاده؟ بما انه خديت قبيلات زيد دو ان اللي عندي في هاد الجي قسمتها على هادي، حتى هادي دابا ناخد سي او دو بلس نقسمها على سي سي اي. هاهي كتبقى عندي سي او دو بلس مقسوم على سي. دونك انا درت القنطره المياهيه ديال الكونسال الرمز ديالها يكون هو زيد دو ان زيد دو ان دو بلس. وهنا غنحاول ندير بعض الخطوط المتقطعه باش نبين بان عندي قنطره ملحيه، وهنا غندير سي اي دو بلس على سي سي. وهنا انتهي هادشي اللي كاين في الترسيم. علاقة واحدة اللي كاينة هو أنه فاش كنبغي نحسب كيو دونك اون فونكسيون ديال لا رياكسيون مارش اون فونكسيون ديال التفاعل اللي عندي، هادي كتسمى لا كونتيتي دو رياكسيون. تسمعني ولا لا؟ واش تسمعي انت دابا؟ راه ما كاينش كاع انا ما عرفتش واش مخلي لونجيسترومون مشيت كدير شي حاجه اخرى ولا ما فهمتكش كاع. انا ما بغيناش Thank you.